تكون ركلة جزاء أو لا. على كل حال حكم اللقاء احتسب ركلة الجزاء وإلتون جوزيه الآن البرازيلي لتسجيل هدف الثاني لاطمئنان الفتح. الآن للنموذجي إلتون جوزيه يتقدم باتجاه المرمى. الله ابن السلساو معشوق الجماهير الفتحوية يسجل ثاني الأهداف. الكرة من علامة الجزاء إلى المرمى ليتقدم النموذجي النخيل. لا تنام إلا واقفة وهم أبناء النخيل. نعم الهدف الثاني يسجل الآن لمصلحة الفريق الفتحاوي. إلتون خوزيه باليسرى البرازيلي.